وشكل الدعم الحكومي في عام 2018 من هذه الإيرادات حوالي 30 مليون دينار، والمنح الخارجية نحو 56 مليون دينار. بحب أذكر أن أبرز المؤسسات اللي ظلت في الوحدات الحكومية هي سلطة المياه، ومن الشركات شركة الكهرباء الوطنية. طبعا نفقات المؤسسات الحكومية في إجمالي النفقات في عام 2019 1500 مليون دينار، موزعة نفقات جارية ورأس مالية. أقفز وأقول ترتيبا على ما تقدم، فقد قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية بحوالي 112 مليون دينار مقابل 319 مليون دينار معاد تقديمه. بدي أختصر كخلاصة أقول أنه عجز الموازنة 646 مليون دينار، وعجز الموازنات الوحدات الحكومية اللي بتحقق عجز هي سلطة المياه حوالي 300 مليون. إذا مجموع عجز الموازنتين إذا بدنا نقول حوالي 949، وهذا هو اللي بيزيد الدين. جميعا نتساءل لماذا الدين يزيد؟ لأنه في عجز. فديننا بتبدأ يزيد في عام 2019 بقيمة هذا العجز. سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، عملا بمبدأ الشفافية والوضوح والمساءلة وتجسيدا للتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فأن الحكومة ستواصل العمل على نشر تقارير شهرية تتضمن البيانات المتعلقة بإدارة المالية العامة وتطورات الدين الداخلي والخارجي، وتزويد مجلسكم الكريم بهذه التقارير. وضمن هذا الإطار فيسرني أن أشير إلى أن الأردن قد احتل المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 24 بين الدول المشاركة البالغة عددها 115 دولة وفقا لمؤشر الموازنة المفتوحة التي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية. وقد جاء هذا التقدم بفعل تطورات وتحسينات على إجراءات إعداد وتنفيذ المالية العامة. وإحنا في عنا نشرة شهرية نصدر جميع البيانات، وهذه المؤسسات تقيس على حجم ما تنشره من معلومات. في إطار تعزيز الشفافية أيضا في إجراءات طرح العطاءات الحكومية، سيتم البدء مطلع عام 2019 بالعمل بمشروع الشراء الإلكتروني الذي سيسهم في توفير فرص المنافسة المتساوية بين المناقصين، علاوة على رفع كفاءة وفاعلية العمل في قطاع المشتريات الحكومية وتسهيل وتسريع وتيرته، وبما يسهم في تحقيق وفرات مالية على الخزينة. سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، يظهر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 تحقق عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعزز تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتجسد مبدأ الاعتماد على الذات، ولعل أبرزها كما أشرنا نسبة تغطية الإيرادات المحلية لكامل النفقات الجارية، على أن تواصل هذه النسبة ارتفاعها تدريجيا في عامي 2020 و2021، بحيث تغطي الإيرادات المحلية كامل النفقات الجارية وجزءا من النفقات الرأسمالية. كما يتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية لإجمالي النفقات لتصل إلى نحو 86.5% عام 2019، لتواصل ارتفاعها التدريجي لتصل إلى 92% في عام 2021. وهذا كله يقدم إشارات واضحة على أن الاقتصاد الوطني سيخطو بإذن الله خطوات حثيثة نحو مرحلة النمو الصحي الذي يرتكز على الموارد المحلية في تلبية المطالب والاحتياجات. ولا بد هنا من التأكيد على أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب حشد الطاقات الذاتية والقدرات الوطنية
واتخاذ القرارات المناسبة واستمرار الجهود لتصويب الأوضاع الاقتصادية والمالية، وبما يمكننا جميعاً من التعامل مع الظروف والمستجدات. وفي الختام طولنا عليكم، وفي الختام فأن الحكومة واتضح أمام مجلسكم الكريم مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019، فأنها على ثقة كبيرة بأن ترسيخ التعاون مع مجلسكم الموقر من خلال الحوار البناء والهادف سيمكننا جميعا من تحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا والسير في تحقيق ما نصب إليه من حياة كريمة للمواطن الأردني وتحقيق ما فيه مصلحة وطننا الغالي في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تختلف هذه الموازنة بمراعاتها ما يلي: 1. تنفيذ أولويات برنامج عمل الحكومة خلال العامين المقبلين، والتي تمثل الخطوة الأولى على طريق مشروع النهضة الوطني الذي تهدف من خلال الحكومة إلى توظيف طاقات الأردنيين وتلبية طموحاتهم نحو المستقبل. لذلك حتى نعكس هذه الأولويات تضمن مشروع قانون الموازنة العامة مخصصات لبرنامج خدمة وطن ومشاريع تشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للأردنيين ودعم النقل المدرسي ودعم تشغيل الخطوط النقل الحضري ومشروع ترويج الصادرات ومشروع دعم وتنشيط السياحة ومشاريع الحكومة الإلكترونية. طبعا هذه أبرزها ليست كلها. تفعيل إقامة المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال غصب المخصصات في الموازنة وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تسهيل الإجراءات والإسراع في إنجازات دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة لتخفيف الأعباء عن الخزينة في ضوء محدودية الموارد المالية والتركيز على مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق عملية التنمية. لذلك الموازنة عكست هذا الحكي، فقد تضمن مشروع الموازنة العامة مخصصات لتنفيذ مشاريع كبرى أبرزها مشروع الطريق الصحراوي المباشرة بطرح قطاعات مشاريع حافلات التردد السريع، سلك الحديد العقبة، ميناء معان البري، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والتطوير الإداري والمشاريع المنطقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية. كما راعت هذه الموازنة توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وكلنا نعلم عن أهمية تضمين الموازنة لشبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عدداً أكبر من الأسر المستحقة ضمن أسس تحقق العدالة الاجتماعية بما يمكن من الوصول إلى الفئات الأشد فقراً من خلال زيادة عدد المنتفعين من الأسر العفيفة العاملة المنتفعة من خدمات صندوق المعونة الوطنية خلال السنوات 2019-2021. لذلك فقد تضمن قانون الموازنة تخصيص حوالي 650 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي، منها زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية من 101 مليون إلى 131 مليون دينار، أي 30 مليون دينار، ورصد مخصصات للدعم النقدي بما فيه دعم الأعلام ودعم أسطوانة الغاز ودعم الطالب الفقير ودعم الجامعات الرسمية والمخصصات اللازمة للمعالجات الطبية ومخصصات لتغطية كلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيدا للوصول إلى التأمين الصحي الشامل. كما راعت هذه الموازنة
تعزيز نهج اللامركزية ومعالجة التحديات التي تواجه مجالس المحافظات بما يضمن تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار التنموي وبالتالي دورها في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. لذلك فقد تضمنت هذه الموازنة زيادة مخصصات مجالس المحافظات لتصل إلى حوالي 300 مليون دينار، كما تم زيادة مخصصات دعم البلديات لتصل إلى 195 مليون دينار. خمسة، تضمين الأثر المالي لقانون ضريبة الدخل وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية. لذلك تضمن مشروع القانون أيضا مخصصات لهذه الغاية بما فيها مخصصات لتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني. ترويج للفرص الاستثمارية في المحافظات من خلال مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة بهدف جذب وتوطين الاستثمارات في مختلف محافظات المملكة وبما يؤدي إلى تحسين مستويات التشغيل والتخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. سبعة، الالتزام بالإصلاح المالي والاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاقتصادية لهذه الإصلاحات وتأثيرها على المواطنين. لذلك مشروع القانون راعى الاستمرار في ضبط وترشيد الإنفاق العام ولا سيما نفقات المحروقات والكهرباء وبند السفر وكذلك الحد ووقف شراء السيارات والأثاث. أيضا راعى هذا القانون مشروع التحول الإلكتروني في المؤسسات والدوائر لضمان تنفيذ خطة التحول الرقمي بما يؤدي إلى تحسين ونوعية وجودة الخدمات. سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، أكمل ما تضمنه مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية. راعى أيضا تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى زيادة مساهمة الدخل السياحي من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية وتقديم منتجات وخدمات سياحية ذات تنافسية عالية بما في ذلك السياحة العلاجية. لذلك مشروع القانون راعى زيادة المخصصات المرصودة لهيئة تنشيط السياحة. الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والبرامج والخطط المرتبطة بها ضمن أطار زمنية محددة بما يضمن الارتقاء بمستوى التعليم بما في ذلك التعليم المهني، وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل البيئة المدرسية والطالب والمعلم والمنهج إضافة إلى التوسع في إدخال التقنيات الحديثة في التعليم العالي واعتماد منصات التعليم المفتوحة والانتقال من دعم البحث العلمي التقليدي إلى دعم البحث والتطوير والابتكار من خلال إنشاء الحاضنات التقنية ومسرعات الأعمال. 11، مراجعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكلنا نعلم تحديات الطاقة في اقتصادنا. راح يتضمن المشروع مراجعة الاستراتيجيات الوطنية للطاقة بهدف الاستمرار بتنويع مصادر وأشكال الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية في خريطة الطاقة الكلي بما يضمن أمن التزود بالطاقة والحفاظ على ديمومته والاستمرار في الحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في إجراءات تحرير السوق النفطي وفتحه للمنافسة والسماح للشركات التسويقية في استيراد المشتقات النفطية وفقا لحاجة السوق. أيضا فيما يتعلق بقطاع النقل،
تطوير قطاع النقل العام وتوفير بيئة ملائمة تراعي معايير المحافظة على البيئة وتسهم في تخفيف الأعباء المرورية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي مجال قطاع المياه، متابعة العمل على إجراءات تخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال والكفء والكفء للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية وحماية مصادر المياه من الاعتداءات ومواصلة تنفيذ البرامج الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي. أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة، إلى المزيد من الاهتمام بالصناعات المحلية من خلال تشجيعها للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي لمساعدتها على تخفيض الكلف التشغيلية لمصانعها وتعزيز تنافسيتها وتحسين ربحيتها بما يمكنها من زيادة صادراتها والدخول لأسواق جديدة، إضافة إلى العمل على تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة الصناعة المحلية في الاستفادة من اتفاقية تبسيط وقواعد المنشأ بما يؤدي إلى زيادة حجم صادراتها في السوق الأوروبي. أما فيما يتعلق بإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية بهدف رفع كفاءتها وفعاليتها وضبط ترشيد وترشيد نفقاتها والاستمرار بتنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية. لذلك راعت هذه الموازنة كمرحلة أولى نقل موازنات 29 وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة. طبعاً هذا جاء بهدف ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة على الوحدات الحكومية بإخضاعها إلى نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية. أما فيما يتعلق بالاعتماد على الذات، وستلاحظون حضرات النواب المحترمين أن هذه الموازنة ولأول مرة تستهدف تغطية كامل النفقات الجارية من خلال الإيرادات المحلية. يعني إن شاء الله سنصل لنقطة أن تغطى نفقاتنا الجارية من خلال إيراداتنا المحلية ويكون فقط الاقتراض والمنح للمشاريع الرأسمالية وليس الاقتراض من أجل دفع رواتب أو نفقات تشغيلية. استكمال تنفيذ ما تبقى من المشاريع التنموية الممولة من المنحة الخليجية، وكما تعلمون أن المنحة الخليجية ممولة للعديد من المشاريع وتضمن المشروع القانوني استكمالها. إدراج المخصصات اللازمة للزيادة السنوية الطبيعية للموظفين ومخصصات للتقاعد الجهازين المدني والعسكري ومخصصات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، كما تم رصد مخصصات لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية التي لم يتم التمكن من تسديدها خلال عام 2018، وأبرزها المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا ومتأخرات الطاقة والكهرباء لبعض الأجهزة الحكومية. لذلك تم تضمين قانون الموازنة بل اسمه التزامات سابقة نتيجة تراجع الإيرادات عن المقدر، فبعض النفقات لم يتم التمكن من تسديدها، فتم رصد في موازنة 2019 مخصصات لهذه الغاية وأبرزها المعالجات الطبية. سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، بنيت
تقديرات مشروع الموازنة لعام 2019 على الفرضيات التالية: يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2019 بنسبة 2.3% و2019 2.5% و2020 2.7%. إلا أن البرامج الحكومية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي كما أشرنا أعلى تسعى إلى تحقيق معدلات نمو أعلى من ذلك. أيضا الفرضيات كانت بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.3 في عامي 2019-20 و 2.5 عام 2021، وبلوغ الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 نحو 8.6% لتنخفض هذا النسبة إلى 7.7% في عام 2020 ثم إلى 6.9% عام 2021. طبعاً استناداً لهذه الفرضيات جميعها يتوقع، ندخل الآن في توقعات الإيرادات والنفقات لعام 2019، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المحلية 8010 يعني 8.1 مليار دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنحو 1.35 مليار دينار أو بنسبة 14.8. من وين بدهم يجوا هذول؟ هذول جاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 723 ما نسبته 15.9 ونمو الإيرادات غير الضريبية بنحو 312 أو ما نسبته 12.9. وقد تضمن النمو في الإيرادات المحلية من هذه البنود بدها تزيد، الأخذ بعين الاعتبار نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغ 4.8، يعني لما إحنا نقدر الإيرادات نقدر نموها بناء على تقدير النمو الإسمي واللي كان متحفظ، إضافة إلى الأثر المالي المترتب على إقرار قانون ضريبة الدخل. قانون ضريبة الدخل أدخلنا أيضاً الإيرادات المتوقعة ونقل عدد الوحدات الحكومية، عدد من الوحدات الحكومية. الوحدات الحكومية اللي نقلناها كانت هذه الوحدات إيراداتها تضعهم في حسابات في البنوك ومن ثم تصرف وتحول الفائض للخزينة. بعد ما نقلناهم الآن تحول إيراداتهم كاملة للخزينة، فهناك حوالي 121 مليون دينار جراء هذا النقل ستحول للخزينة، إضافة إلى أثر الإجراءات المتعلقة بضبط النفقات وتعزيز الإيرادات بما في ذلك تسوية القضايا المالية المستحقة للحكومة والعالقة في العديد من الدوائر التحصيلية. وكما تعلمون هناك مستحقات لدائرة ضريبة الدخل، الجمارك، الأراضي، جميع الدوائر التحصيلية، هناك برنامج لتسريع أو تحصيل هذه المستحقات. المنح الخارجية، قدرت المنح الخارجية لعام 2019 600 مليون دينار مقابل 915 مليون دينار في عام 2018، موزعة 113 مليون من المنحة الخليجية، 71 مليون مخرجات قمة مكة، و416 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان والتقدير للدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية على دعمها ومساعدتها المستمرة للأردن، والتي تعكس جهود جلالة الملك في إبراز التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني. ولما قدرنا المنح كنا اعتمدنا على التقديرات المنح المضمون وهناك التزامات بها. طبعا قلنا انه الايرادات 8 و10 والمنح 600 مليون، فمجموع الايرادات بما فيها المنح 8.610 مليون دينار. من حق جميعا، حق كل مواطن
هذول الثمانية مليار 610 بدنا نشوف في جانب النفقات على أي بنود ستصرف. طبعاً النفقات لعام 2019 الجارية والرأسمالية تقدر ب 9 مليار 255 منها الجارية راح تكون 8 مليار 13 وين راح تصرف؟ وهذا كل مواطن حقه يعرف كل قرش بيدفعه هو دافع ضرائب أين ستصرف هذه المبالغ؟ رواتب ومخصصات الجهاز المدني والعسكري 4 مليار و 247 التقاعد المدني والعسكري 1 مليار و 370 فوائد الدين العام 1 مليار و 30 النفقات التشغيلية للوزارات 373 مليون دينار الدعم بما فيه الدعم النقدي والأعلاف والمعالجات الطبية قدر 300 مليون واحنا قلنا مجموع شبكة الأمان الاجتماعي 650 أيضا نرصدنا 200 مليون دينار كما ذكرت للالتزامات السابقة اللي هي متأخرات من السنة السابقة لو أخذنا هذول بنلاقي هذول 94.5% من إجمالي النفقات الجارية أما النفقات الرأسمالية فقدرت ب 1242 مليون دينار يعني 1.242 مليار مليون دينار بزيادة عن العام السابق 180 مليون دينار ما نسبته 16.9% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 لترتفع حصتها من النفقات العامة إلى نحو 13.4 مقابل 11.7 متلاحظ أن هناك راعت هذه الموازنة تخصيص نفقات رأسمالية وأنا أحب أن أنوه هذه النفقات الرأسمالية في الموازنة لكن هناك نفقات في الوحدات الحكومية ونفقات رأسمالية في البلديات ونفقات رأسمالية في المؤسسات العامة وجميعها مع مشاريع الشراكة مع مشاريع القطاع الخاص هي التي تساهم في النمو الاقتصادي وليس فقط النفقات الحكومية المقصودة في الموازنة لذلك نقول تجدر الإشارة على أن الإنفاق الرأسمالي لا يقتصر فقط على المشاريع الرأسمالية المتضمنة في مشروع قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية من خلال البلديات والمؤسسات العامة الأخرى ومشاريع الشراكة بين القطاع الخاص العام والخاص نتيجة الإيرادات والنفقات قلنا الإيرادات والمنح 8 مليار 610 والنفقات 9 مليار 255 إذا عجز الموازنة سيكون 646 مليون دينار لعام 2019 وهو يبلغ نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يعكس أن هناك في تخفيض في العجز طبعا هذا كله سيقودنا إلى مديونية تصل إلى 94% عام 2019 هذا ما يتعلق بقانون الموازنة العامة أما فيما يتعلق بقانون الوحدات الحكومية وكما ذكرت تحول منها 29 وحدة حكومية فالآن انخفضت قيمة هذه الموازنة وعدد الوحدات لنصل إن شاء الله في العام القادم لتحويل مزيد من الوحدات لتصل هذه الموازنة إلى فقط موازنة الشركات والمملكة ما في داعي يكون عندنا موازنتين بدنا نصل في النهاية إلى موازنة واحدة للدولة لكن فيما يتعلق بعام 2019 إجمالي الإيرادات قدرت ب 1388 مليون دينار مقابل 1823 معاد تقديره